علاء أبو دياب هو شاب فلسطيني من القدس المحتلة، وجد في منصات التواصل الاجتماعي ملاذا للتنفيس عن هموم الشباب الفلسطيني وقضاياها الاجتماعية والسياسية عبر مقاطع تسجيلية ساخرة تلامس الواقع. سرعان ما اكتسب علاء قاعدة جماهيرية عريضة، وهو اليوم يقوم بجولة عروض كوميدية ساخرة في عواصم عربية وغربية أبرزها لندن. الزميلة مها رزق التقت بعلاء وعادت لنا بهذا التقرير. اهلا وسهلا بالاستاذ علاء ابو دياب. مرحبا. يعني دفعت لك بس مش هالقد. انا من القدس، ما بعرف اذا بتعرفوا يعني، بس المهم انا من مدينه رائعه. والله اللي هون. ليش ستاند اب كوميدي؟ لانه بعرف هاي الابلكيشن لما عبيتها حقيقي تعرفت حالي شغلات انا ما كنت اعرفها عن نفسي. قد ايه معك مصاري؟ بالله قد ايه معك مصاري؟ طب سمي لي اخوتك، بتقعد تسميهم واحد، واحنا عيلة عرب. انتوا فاهمين هو حاطط زي ثلاثة. كنا نحكي على الابلكيشن قبل ما تيجي. عشان ما يروحش عليك شيء، وفرج غنى عادي مش كده. انه لندن ومواعيد و بنكشوال. بديت اعمل على الفيسبوك فيديو، كنت بتسلى هواية مع اصحابي، يعني ما متوقع انه كل هاي العروض تمشي، كنت متوقع اعمل عرض واحد. بس هذا العرض كمل لكمان عروض وكان سولد اوت ورا سولد اوت، وبعدين لقيت حالي بلندن بالاخر. هلا انا على اساس فيش حدا امي بتعرفش عني قد الانجليز، هلا فيش حدا بيعرف عني هالقد. وصلت على المطار قال عبي لنا هاي الورقه. زي ما عمل لي فحص دم شرفك. السوشيال ميديا بالنسبه لي كواحد متغرب هاي الفتره بتعني لي هي الشيء اللي مخليني اقدر استمر اعيش، هي اللي بتخليني اتواصل واعرف شو بصير في البلد واشارك في شو بصير في البلد ويكون لي تاثير في شو بصير في البلد مع انه انا بعيد. هم صاروا ضاربين صاروخ بتقول صواريخ عبثيه، نوقفوا بالشارع بتقول رحنا على الفاضي، اعطينا اكتب لنا الطريقه اللي انت بتعتقد انها تصلنا الحريه بالسليم، حدا بكره حدا بزعل. وصلت لقيت دور هيك طويل عريض وانا بعبي بهاي الورقه، ولا اثنين وحده وواحد لابسين بدل، ناس مرتبه اجت هيك بتقول لي مستر ابو دياب مستر ابو دياب. انا بحياته ما حدا قال لي مستر ابو دياب، يعني فانه كنت زي إيه خليهم من هذول كمان شوي. هلا انا لا ادعي انه انا حامل رساله، ولا بفكر انه انه لازم كل اشي بتعمله يكون له رسالة. مرات انك تضحك الناس هي رسالة بحد ذاتها. فلاف. وقفنا هيك فتح الخبز حط حبتين. انا قلت يمكن هيك يعني انه في اشي بتعرفوا لندن وبريطانيا وجريت بريتن، يمكن هدول حبتين متن بيعملوا اشي جوا بفقعوا بفشوا بنتشوا. اخذت السندويشتين اخذت اللي فضل قال لي 12 باوند. قلت له هو انا حبيتها للندن يعني بس لدرجة استثمر فيها. الكوميديا تأثيرها اعلى من انك تكتب، او لانه الناس بتسمعك، الناس اذا بتضحك بتسلمك عائلها. في اللحظة اللي الناس بتضحك بتصير تستوعب مرة تحكي عنها او 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 تستوعب اراء اللي هي ما بتقبلها بالعادة، بس لما بتضحكها في دفاعات معينة تنهد. اخذت الفيزا خلص حققوا معي، انت بتطلع الفيزا صح مش صح شو جاي تعمل؟ اذا ما خلص عن جد رجعني خلص رجعني، انتوا جيتوا على بلادنا هيك هيك ومش لحالك ومش اربع ايام وما سالناش عليكم والله حد الله، اخذناكم على اللاحه قلنا جماعة طياب بيض شقر تفضل. أتمنى أسير ستاند اب كوميديان عربي مش محلي، وهذا اللي عم بشتغل عليه. عشان هيك المواد اللي عم بعملها اليوم هي مواد اللي بتحكي مع كل عربي، هي مواد اجتماعية، مواد اللي بتحكي عن الفرق بين بلادنا وبين البلاد التانية اللي ممكن نسافر عليها. قاعدة بتقنعني يعني هلا هناك نظام سيستم مش عارف شو، قالت لي بتروح الباص بيجي على الوقت. قلت لها طيب بروح علي هذا الباص.
النحل الساخر بتخيل هاي مشكلة في المجتمع العربي، إنه في كتير خطوط حمراء ممنوع تقرب عليها، والستاند اب كوميدي قايم على الحرية. فإحنا بالمجتمع العربي ممنوع نحكي عن الدين، ممنوع نحكي عن الجنس، ممنوع نحكي عن، في مرات بتكون ممنوع تحكي عن السياسة في دول معينة. وشو بضل؟ سيد الرئيس كالعادة كالعادة عظيم، تاريخي، بالغ الأهمية، ذكي، سلس، بوجع، والأهم مسلي. بالوضع بالحالة الفلسطينية نتيجة إنه إحنا كان يعني إحنا بثورة، فمساحة الحريات أعلى عنا من غيرنا. طبعا دائما في محاولات لأنهم يعني قلصوها، بس لساتها أوسع. ماشي أنا ومرتي هيك، بعدين فجأة لقيتها بتبعد تبعد تبعد تبعد، وأنا بجهة وهي بجهة، مش إشي تعمله، مش مهم وين رايح، مش مهم أنت وين كنت، مين معك، خلاص انتهى الموضوع. ولك وين؟ تعالي، قلت لها تخافيش تخافيش، ما يجمعه الله لا يفرقه البشر. بس بالآخر الكوميديا هي بحد ذاتها هدف، انك تكون بني آدم خفيف دم ومضحك وبتخفف عن يعني الناس تشوفك وبتنبسط. مشاهدينا نتابع بعد الفاصل في شباك افتراضي، نتحدث عن خطط دمج فيسبوك لماسنجر وواتساب وانستغرام المثيرة للجدل مع دينا طارق.